مين فينا ما سألش نفسه في مرة، هل إحنا عايشين لوحدنا في العالم ده ولا في كائنات تانية غيرنا؟ ويا ترى لو فيه هم فين؟ في الفضاء يعني ولا بجوف الأرض؟ بدائيين ولا متقدمين عننا ولا زينا؟ وأشكالهم عاملة إزاي؟ وهل مسالمين ولا مؤذيين؟ تعالوا نعرف مع بعض حكاية جوف الأرض وسكانها وإيه اللي بيربط ما بين عالمنا وعالمهم. قبل ما نبدأ حابة أوضح إن أنا مجرد بنقل لكم اللي اتقالوا بس، لكن الكلام ده لا يعبر عن أي رأي شخصي، ولو أنت بتشوفنا لأول مرة ولسه مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكايتنا الجديدة أول بأول. يلا نبدأ حكايتنا. نظرية قالها الفلك البريطاني إدموند هالي سنة 1962، بتقول إن الأرض مكونة من هيكل مجوف على بعد 800 ميل من النواة، وعلماء كتير أيدوا كلامه منهم العالم نيوتن. وفي القرن ال 17 وال 18 الفكر ده زاد، وبقى في علماء كتير بيأكدوا وبدأوا يقولوا إن كمان في شمس صغيرة داخلية زي العالم دي كامب والعالم وليلي. وفي سنة 1913 كتب مارشال جاردنز كتاب بعنوان رحلة إلى جوف الأرض، وذكر في الكتاب إن في مدخلين كبار لجوف الأرض، واحد في القطب الشمالي واحد تاني في القطب الجنوب، وقال انهم فتحتين كبار جدا قطرهم حوالي 1400 ميل تقريبا. وأيد فكرة ان في شمس صغيرة موجودة جوه الارض واللي قدر قطرها حوالي 600 ميل تقريبا. وعدت السنين، وبعد فترة طويلة واثناء الحرب العالمية الثانية، المانيا كانت سايبة كل اللي بيحصل في الحرب وبتحمي منطقة معينة في القطب الجنوبي، وبتناوب عليها اعداد كبيرة من الجنود، ومعروف ان المنطقة دي اساسا فاضية وكلها متجمدة. وطبعا امريكا وقتها بدأت تركز مع تصرفاتهم، وبدأت تفكر ان اكيد في حاجة مهمة في المنطقة دي بالنسبة لألمانيا، وبالتالي قرروا يعرفوا فيه ايه بالظبط. هنا كان وقتها في عميد بحري وطيار امريكي اسمه ريتشارد ايفلين بيرد، كان مكتشف للمناطق القطبيه الجنوبيه والشماليه، وكانت الحكومه بتبعته دايما في رحلات كتير هناك. فقرروا يبعتوه مع فرقه كامله مكونه من 4700 مقاتل و13 سفينه، وكانوا محملين بمعدات واجهزه كتيره جدا، وريتشارد كان هو قائدهم عشان يعرف لهم فيه ايه بالظبط هناك. ولما راحوا وعسكروا كان ريتشارد بيطلع لوحده بالطياره مسافات كبيره عشان يقدر يستكشف في المنطقة ويغطي أكبر مساحة ممكنة. وفي يوم طول شوية ورجع لفرقته وقال لهم إحنا خلاص خلصنا استكشاف ولازم نرجع لأمريكا، مفيش حاجة في المنطقة هنا. وبالفعل رجعوا لبلده على أساس إن الرحلة دي كانت عديمة الجدوى وما طلعوش منها بحاجة مفيدة بمعنى أصح. بس الغريب إنه بعد ما رجع اترقى على طول، لا وكمان اتكرم. وطبعا بقى في ساعتها مليون علامة استفهام، منين العملية فشلت ومنين لما رجع اتكرم وترقى. والأغرب إن أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية ما خلصت بفترة صغيرة طلعت رحلة استكشافية على حد قولهم مرة تانية للقطب الجنوب، بس كانت بميزانية كبيرة جدا. والغريب ان كانوا رايحين بطيارات حربية وحوامل صواريخ وعدد كبير جدا من الجنود، وده كان غريب برضه، يعني ازاي رحلة استكشافية علمية بحتة ورايحين بحوامل صواريخ. وبعدها امريكا والاتحاد السوفيتي اجتمعوا وعملوا معاهدة انتاركتيكا او معاهدة القطب الجنوبي، والمعاهدة دي بتنص على استخدام السلم للمنطقة وتجريدها من اي اسلحة موجودة فيها، ممنوع نهائيا انشاء اي قواعد عسكرية هناك أو القيام بالمناورات العسكرية أو اختبار أي نوع من أنواع الأسلحة، وممنوع عمل أي تفجير نووي أو حتى التخلص من النفايات المشعة. وفضلت طول السنين دي دول بتمضي على الاتفاقية واحدة ورا التانية لحد سنة 2019 وصلوا ل 54 دولة موجودة في الاتفاقية دي. بس برضو في علامة استفهام، منطقة فاضية زي دي بيحموا فيها إيه وليه؟ وليه ممنوع التدريبات والتجارب؟ هل الحاجات اللي اتمنعت دي هتأثر على حياة حد موجود هناك مثلا؟ تمر السنين ويموت ريتشارد وأفراد عائلته قرروا ينشروا المذكرات الخاصة بتاعته تخليدا لذكراه، وطلع مكتوب فيها إن في مرة كان مبعوث في مهمة اسمها هاي جامب في القطب الجنوبي، الرحلة اللي اتكلمنا عنها من شوية، وقال إنه كان بيشوف من فوق وهو في الطيارة فتحة كبيرة وعميقة جدا، وبالليل بيطلع منها زي ضوء عبارة عن شفق غاز وتسمى بعدها الأرورا. قرر يطلع بالطيارة مسافة أعلى عشان يقدر يشوف فيه إيه بالظبط جوه الفتحة، واللي شافه حاجة صعب الواحد يصدقها. قال شفت جبال عمري ما شفت زيها في حياتي، وشفت نهر متدفق من بين الجبال دي وشجر كثيف جدا وتلال خضرة، ولقى كمان بعض من الحيوانات اللي هي المفروض منقرضة موجودة تحت.
زي المامو، استغرب وقتها إزاي كل ده موجود وسط مكان كله متجمد، وقال إنه قرر ينزل ويشوف إيه المكان ده. ولما نزل اكتشف إن في مدينة تحت كاملة، وظهر له طبق طاير، ومن خلال إشعاع غريب وجهه على الطيارة بتاعت ريتشارد قدر الطبق الغريب ده يسيطر على الطيارة تماما، وريتشارد ما بقاش ليه أي تحكم بيها، وسمع حد بيتكلم بلغة إنجليزية وبيطمنه وبيقول له انت في ايد أمينة، 7 دقايق بالظبط وهنهبط على الأرض ما تخافش. وقال انه لما نزل لقى في مدينة كاملة اسمها ريمبو مبنية من الكريستال، ولقى كائنات غريبة بس مش بشر، اخدته من المدينة دي ودته المدينة تانية اسمها أجارتيا، واللي ساكن فيها كائنات اسمهم الشماليين، ورحبوا بيه وقالوا له انهم هيسمحوا له بزيارة واحدة فقط، ووصف ان المدينة دي متقدمة جدا عننا. وقال انه لما نزل اخدوا الكائنات دي ودخلوا بيه مبنى تحفة معمارية، حاجة متقدمة تماما عن اللي في عالمنا، وبقوا ماشيين بيه زي ممرات، وطول الممرات دي موجود رموز منقوشة على الحيطان بلغة ما شافهاش قبل كده. وصلوه بحد من الحكام وطلب منه يوصل لرؤساء رسالة، ومضمونها ان الحروب اللي بتحصل على الارض هتدمر الارض وهتدمر عالمنا، وان عالمنا هيرجع لعصور الظلام، وان بعد وقت كتير هنعرف ان الحروب دي ما كانش ليها اي لازمة ولا قيمة. فسألوا ريتشارد هل التكنولوجيا هتختفي يعني من عالمنا بسبب الحروب دي؟ رد عليه بالتأكيد، وهتغطي الأرض سحابة سودة قاتمة لسنين طويلة، بس ساعتها احنا هنساعدكم، بس مش هقدر اقولك اكتر من كده. وبعدها سمحوا له يمشي وفضلوا متتبعينه لحد ما خرج من عالمهم، بس لما رجع ارغم انه يسكت وما يتكلمش تاني، وان الكلام ده سر للغاية. تفتكروا ممكن بشكل ما يكون ده سبب الترقية والتكريم؟ وذكر كمان إن في مشروع اسمه المشروع الأحمر، وده مشروع أمريكي مخصص لدراسة العوالم السفلية وسكان جوف الأرض، ومن خلال الأبحاث دي اكتشفوا إن في 129 مدينة جوف أرضية، وده كشفت عنه دكتورة مايا صبحي لما طلعت في برنامج دائرة الضوء، وصرحت بيه وقالت كمان إن في مدينة جوف أرضية كبيرة تحت مصر، وفي حوالي 50 مدينة تحت أمريكا، وفي في أماكن تانية كتير في أوروبا، وبيسكن المدينة دي فصائل كتير جدا، منهم من أصول بشرية ومنهم لا، وفي فصيلة منهم اسمها الروماديين، ودول ألمانيا كانت عاملة معهم اتفاقيات قبل كده أيام هتلر، وهي إنهم يمدوهم بحيوانات في المقابل هيعلموا ألمانيا تقنيات وتكنولوجيا متقدمة جدا. وقالت إن الروماديين دول رأسهم كبيرة نسبيا وإيديهم فيها 6 صوابع وعينهم كبيرة وواسعة، وقالت إن من بعيد تفتكر عينهم كلها لون واحد وهو الأسود، لكن برضو بتقول إن في حادثة حصلت اسمها روزويل، واللي حصل فيها إن في طبق طاير وقع سنة 1947، ولما وقع أثروا 3 كائنات رماديين، 2 منهم ماتوا، 1 كان لسه عايش، وتم تشريح أحد الكائنات واكتشفوا أن عينيهم مش سودة كلها، لأ دول بيلبسوا نوع من أنواع العدسات اللي بيسمح بالرؤية الليلية الواضحة. أثناء التشريح اكتشفوا أن هما كانوا بيشوفوا عيونهم لون واحد، لكن اكتشفوا دي نوع من العدسات، وعلى فكرة خدوا من دي تقنيات الرؤية الليلية، دي نوع من العدسات بتعمل رؤية ليلية تامة، وأن ما عندهمش جهاز هضمي ولا جهاز تناسلي. وكمان الطبق الطاير ده كان فيه تقنية مهمة، وهي ان الطبق بياخد الأوامر عن طريق إشارات المخ، وان الروماديين دول مش بيتكلموا ولكن بيتخاطروا. ومن بعدها تم إنشاء ما يفوق 140 قاعدة جوفة أرضية على مستوى العالم، وقالت إن في معاهدات واتفاقيات معمولة من قبل حكومات الدول الكبرى في عالمنا ورؤساء جوف الأرض وتحديداً الروماديين، واسمها معاهدة جريادة، تمت سنة 1954، وإن دي معاهدة سرية، ومضمون الاتفاقيات إن البشر يوفروا للروماديين بعض احتياجاتهم مقابل معلومات عن التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة. فايت جريادة تمت بين حكومة الولايات المتحدة ممثلة لحكومات الحلفاء وبين جنس جريس أو جنس الرماديين. والرماديين بيحتاجوا عدد معين من البشر سنويا، بيعملوا إيه بينا بقى؟ بتقول إن بما إن الرماديين ما عندهمش أعضاء تناسلية فهم بيتكسروا عن طريق الاستنساخ، وبسبب ده الجينات الأساسية بتاعتهم بدأت تنهار، فبيعوضوا ده من الجنس الآدمي، بيدمجوا بعض الجينات الآدمية مع جيناتهم كنوع من أنواع التعويض للجين عشان يحافظوا يعني على نفسهم من الانقراض. ودكتورة مايا ذكرت إن مع إن ناس كتير هترفض تصدق الكلام ده، لكن الكلام ده حقيقي وما فيهوش نقاش. وبتقول كمان إن في الأول كانوا بيخطفوا الآلاف من البشر سنوياً، لكن المعاهدات دي ألزمتهم بعدد معين، بس بشرط إنهم هيبلغوا الحكومات بأسامي اللي هياخدوهم، وإنهم يخلصوا تجاربهم ويرجعوهم مش فاكرين حاجة عن اللي حصل معاهم. وتاني حاجة إمداد الرماديين ببعض المواشي،
لأن بما إنهم ما عندهمش جهاز هضمي فبيتغذوا عن طريق الجلد، وإنهم بيحتاجوا الأجزاء اللي فيها أغشية مخاطية وإنزيمات عالية من المواشي، وإن البشر كمان يزودوهم برقائق الذهب لأنهم بيحتاجوه في أكتر من حاجة منها الاستنساخ، وآخر حاجة الحفاظ على السرية، وكل ده مقابل التعاون التقني. ومش بس ريتشارد بيرج والدكتورة مايا صبحي بس اللي أكدوا وجودهم، لا كمان اتكلم عنهم المهندس فليب شنايدر في مؤتمراته اللي اتعرضت على القنوات الفضائية، وقال إن في أحد مهامه في الولايات المتحدة بعتوا له مهمة توسيع قاعدة دولتي السرية، واتكلف وقتها إنه يحفر شبكة أنفاق على عمق 2.5 ميل تحت الأرض، وبعدين يفجروها عشان يبقى في منطقة كبيرة واسعة يتم إلحاقها بالقاعدة دولسي. وكانت مهمته إنه يعاين الصخور عشان يقدر يحدد نوع المتفجر اللازم، وقال إن أثناء تفجيرهم للشبكات دي لقى زي أنفاق وكهوف منحوتة بطريقة هندسية. فقال نزلت أنا والفريق اللي كان معايا لقينا أجهزة جوه الكهوف دي غريبة جداً، وبعدها ظهر لنا كائنات أول مرة نشوفها، واللي عرفناه بعد كده إن اسمهم الرماديين. وقال كنا 69 فرد، وإن الرماديين دول اتفاجئوا بوجودنا زي ما احنا كمان اتفاجئنا بوجودهم، وحصل بينا اشتباك وكل الفريق اللي كان معايا ماتوا إلا أنا واتنين كمان بس اللي عرفنا نهرب. وقال إن الطلقات اللي كنا بنضربها عليهم ما كانتش بتوصل لهم، كأن في جهاز حماية ليهم متطور، وما ماتش منهم غير 4 بس، وكمان أسلحتهم كان شكلها غريب جدا. وقال إن الاشتباك ده نتج عنه ثقب في صدره بسبب إشعاع جاء عليه من أسلحتهم، وتسبب بعد كده ليه بسرطان. The equipment kept coming up broken, so we wanted to go down and send somebody down there, a human observer or human observers in this case, to find out what was going on. Well, to our total surprise, first of all, the government knew all about it. They didn't tell anybody. All alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person was at, or the entity was absolutely horrible. In the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish. And basically the militaries of the world have been in constant conflict with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. Two are benevolent. One had to leave here in a hurry because their world is under attack. واتكلم برضه عن معاهدة جريدة، وقال نفس الكلام اللي قالته الدكتورة مايا صبحي بالظبط، وقال إن المناطق اللي جنب القواعد الجوفة الأرضية دي لازم هتلاقي حالات خطف وتشوه للمواشي في المناطق المحيطة، وإن المواشي أغلبها بيموت بنفس الطريقة لأن الرماديين بيحتاجوا لتركيز عالي من الأغشية المخاطية عشان يتغذوا عليها. وقال إن في مقابل ده بيمدوا الدول اللي عاملة معهم الاتفاقيات بمعلومات تقنية مهمة وحديثة. وقال كمان إن الرماديين فادوهم في أبحاث تخص السفر عبر الزمن ومحركات الأطباق الفضائية الطائرة. وقال إن الأبحاث اللي بتحصل في المنطقة 51 السرية ساعات بتكون تحت إشراف الكائنات دي. وبعد فترة تم اغتيال شنايدر من جهات غير معروفة في ظروف غامضة، وبعدها أعلنوا إنه مات بسكتة دماغية، والله أعلم مات إزاي بالظبط. الناس آرائها اختلفت، ناس صدقت وناس كذبت وقالت دي خرافات، وإلى الآن غير معروف مدى صحة الكلام من عدمه، وإنت اللي عليك تقرر تصدق أو لا. وهسيب لكم المصادر في صندوق الوصف لأي شخص حابب يطلع عليهم. لو الحلقة عجبتكم ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، هل تفتكروا فعلا في حاجة اسمها الرماديين؟ وهل في فصائل تانية ولا لا؟ ولو عندك معلومة زيادة تخص الكلام ده ياريت برضو تعرفها لنا، واستنونا في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.